بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فرصة. إن كانت غايتك هي الوصول فالأمر لا يحتاج فقط إلى علم وتراجم وأصول. الله حين أرسل للناس خير نبيا ورسول كان أميا لا يكتب، ولكن أضاء لكل الكون بعد ظلام الجهل علما من نور. الأمر قبل كل هذا يحتاج إلى قلب يحمل الخير داخله، وبالله دائما هو موصول. دايما بنتكلم على اليقين بالله، وان يبقى عندك ثقه في ربنا سبحانه وتعالى انه دايما هيجيب لك الخير في كل وقت. وفي نماذج كتير لليقين بالله، وانت ازاي لما بتتوكل على ربنا سبحانه وتعالى حق التوكل بيكرمك ويرزقك. انا بشرفني النهارده وينورني الدكتور عماد عوض، رئيس مجلس اداره جامعه البر والطاقه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يبارك فيك يا رب ويسعدك. دخلنا في الايام الجد بقى، ايام اللي الناس كلها بتستناها، وايام النفحات، ايام الخير اللي فيها بركه، وسبحان الله يعني ربنا بيمن علينا بالمواسم الطاعات كده ورا بعض يا دكتور. ودايما كده بيبقى ليها مذاق خالص الايام اللي هي بتاعت العشر الاوائل دي، بتفكرنا برمضان، ويمكن بيبقى فيها ملمح اعلى من رمضان. هنتكلم النهارده على اليقين في الله، ومن اعظم النماذج دي سيدنا ابراهيم عليه السلام مع سيدنا اسماعيل، والقصص بقى الكتير اللي حصلت في الايام دي، وقد ايه كان في يقين وثقه في ربنا سبحانه وتعالى، سواء من سيدنا ابراهيم وهو بيأمر سيدنا اسماعيل، او من سيدنا اسماعيل لسيدنا ابراهيم. هو طبعا سيدنا النبي بيقول لنا ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من عشر ذي الحجه، او من تلك الايام اللي هي عشر ذي الحجه. ما من ايام على الاطلاق العمل الصالح فيها احب الى الله، يعني حتى كمان اعلى من رمضان. تمام؟ من تلك الأيام اللي هي أيام العشر. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام لمن أراد أن يتعلم اليقين في الله إن هو لازم يقرأها كويس ويدرسها لعياله، بدءا من لحظة ما جاب السيدة هاجر وراح إلى موضع البيت العتيق. دي من البداية خالص بقى. في موضع لا زرع فيه ولا ماء ولا ناس ولا أي شيء خالص، وكانت زوجته حامل في إسماعيل عليه السلام، وبعدين ولدت وهيسيبها ومشي. دي كارثة، هيسيبها ومشي في المكان ده إزاي يعني؟ صح. فطبعا هو سيدنا إبراهيم ربنا أمره بكده، فنادت عليه قالت له الله أمرك بذلك. شوف برضو يقين سيدة هاجر، فبتسأله فقال لها نعم. فقالت إذن شوف اليقين بقى، لن يضيعنا الله. شوف واحدة ست مش يقين راجل، يقين من سيدنا إبراهيم ويقين من الزوجة، مكان في ذئاب، مكان في وحوش، مكان في خطر من تعبير القرآني كان بيقول وادي غير ذي زرع، غير ذي زرع حاجة خالص، وهم ما يعرفوش إن هيبقى هناك البيت معي، إلا أن سيدنا إبراهيم كان يعلم أن هو في يوم من الأيام هيبقى هنا في بيت الله عز وجل، من قمة اليقين في ربنا عز وجل. لو رجعنا شوية مع سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار وهو حاف عار كما ولدته أمه، كردوه من ثيابه، والده نادى عليه آزر يا إبراهيم أكفر بإلهك وأمن بآلهة القوم حتى يطرقوك، فقال لا يا أبي. والدته نادت عليه يا بني اترك إلهك وأمن بآلهة القوم حتى لا تحترق، قال لا يا أمي. يجي له سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو مربوط بقى، هيرموه في النار معاي في المنجنيق. تمام؟ ويقذف بقى في النار، وطبعا قعدوا يجمعوا حفر حفرة عظيمة جدا، وعملوا نار كبير جدا، وجمعوا نار حتى أنها كانت يرى بريقها من مسافات بعيدة جدا. فسيدنا جبريل عليه السلام بيقول له يا إبراهيم، هو لسه يحدفوه، ألك حاجة؟ مش محتاج حاجة أعملها لك، عايز حاجة؟ فسيدنا إبراهيم يقول له أما إليك فلا حاجة، هو عارف أن ربنا اللي بعته طبعا، وأما إلى ربي فعلمه بحالي يغنيني عن سؤالي. سبحانه وتعالى. حسبي الله ونعم الوكيل. في اللحظة دي بالكلمة دي باليقين ده توقف قانون الكون.
يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طبعا واتحذف في النار، نزل في النار، لم يحدث له خدش. ده بسبب خدش. اليقين، يقين في الله سبحانه وتعالى. لم يحترق شيء سوى الحبال اللي كانت علقنا من قيود الدنيا. خلاص. فيجي له سيدنا جبريل عليه السلام ويكسيه اللي هو الجلباب من الجنة. شوف بقى، عشان عيب ان عورته تبان. فيكسيه جلباب من الجنة، وده الجلباب ده اللي سيدنا ابراهيم اعطاه لسيدنا اسحاق، وسيدنا اسحاق ادى لسيدنا يعقوب، وسيدنا يعقوب ادى لسيدنا يوسف عليه السلام. خلاص، لما قال خذوا قميصي هذا فالقوه على وجه ابي يرتد بصيرا. فشوف اليقين وصلك لايه؟ قميص من الجنه معايا، ونار ما تحرقش. لا، واكله وشربه كان بيجي له في مواعيده وهو في قلب النار، والناس قاعده بتحتفل وبتشرب خمره بقى. لقد هلك عدونا، هلك. بعد فتره بقى خلاص بدات النار تهدى شويه، لو سيدنا ابراهيم خارج على رجليه ولا شيء اصابه، حتى لابس جلباب غريب كده عمرهم ما شافوه من الحرير خالص. تمام. فالنمرود قال لسيدنا ابراهيم اخرج من بلدي ولا تجلس ها هنا. هو عارف ان مفيش بقى، خلاص مفيش حل، هعمل بقى ايه تاني؟ طيب قمه اليقين في ربنا. نوصل بعد كده بقى مع سيدنا ابراهيم عليه السلام، سبع عياله، ابنه الوحيد، ابنه الوحيد مع زوجته هاجر المصريه، ويرجع. تمام. طبعا هو ماشي دعوه، قال يا رب، رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله ولي امر. قال ومن كفر؟ قال امتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب. ورجع وسابهم مشى، وهو ايه عنده يقين ان ربنا هيحفظهم، ربنا هيحمي ولاده. شفنا بقى اليقين، نرجع بقى اليقين مع مين؟ مع السيدة هاجر تاني. خلص الماء اللي معاه، وجف اللبن في ثديها، واسماعيل يبكي ويصرخ هيموت من الجوع. والسيدة هاجر تلمح سراب ماء على جبل الصفا، تجري تطلع فوق الجبل. الجبل اللي موجود دلوقتي مردوم يعني، احنا يعني جنبه كده، هم حته بس بنطلع طلع حوالي 3 متر او 4 متر كده، ويعني لا ورخام وتكييف دلوقتي وكل وتكييف حاجه ونظام. دي طلع الجبل يا جماعه، جبل عالي جدا. تمام. فتطلع ودي واحده ست، وبعدين تشوف اليقين ما تلاقيش الميه، فتلاقي الميه في اخر السراب تاني على جبل المروه، تنزل الجبل وتجري في المكان اللي احنا بنجري فيه. وشوف احنا بنجري دي كانت سرعتها، لانها نازله بسرعه من على الجبل في اماكن هروله وكده، اماكن هروله وكده، وتطلع. مهم بعد كده شوف، بسبب يقينها وايمانها ودعوه زوجها ابراهيم عليه السلام، ينزل سيدنا جبريل عليه السلام فينبش تحت قدم سيدنا اسماعيل عليه السلام، فتتفجر ماء زمزم. تمام. شوف اللي بيشرب منها العالم لغايه النهارده وما جفتش. ده يقين برضه يا دكتور. وبعدين ايه كمان؟ مقومه اليقين. وكمان ايه؟ لما الميه بتظهر الطيور تحلق في السماء، فالعرب يقولوا اللي هو بعيد بقى بنام في طير، يا اما في قتيل يا اما في ماء. في ماء. فارسلوا واردهم فوجد ماء وامراه. لو في حياه بقى. خلاص. فرجع الجبل قام وجم، اللي هي قبيله جرهم. ولما جم شوف بقى دعوه سيدنا ابراهيم ويقينه. هتتحقق. طبعا من عنده الماء عند العرب يتحكم في كل شيء. ودي واحده ست، فالعرب بيحترموا النساء جدا. معايا؟ وبيحترموا الناس كويس جدا. سهل قوي، ما هي ومعاها طفل، ما فيش لها لا لها قوم ولا لها قرابه ولا هي من العرب اصلا، وياخدوا الماء. وكانت ما بتتكلمش عربي. خلي بالك بيتكلم اللغه المصريه. تمام. مع استاذن حضرتك نطلع فاصل ونكمل الحديث الشيق ده. فاصل اعزائي المشاهدين، ونكمل حديثنا مع الدكتور عماد عوض. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنستكمل حديثنا مع الدكتور عماد عوض، وكنا بنتكلم على اليقين في الله سبحانه وتعالى، وازاي النماذج العظيمه من سيدنا ابراهيم والسيده هاجر. كنا بنتكلم يا دكتور قبل الفاصل على اليقين، وصلنا ليقين السيده هاجر لما سعت ما بين الصفا والمروه وصعدت الجبل هنا وهناك، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى كافئها على السعي واليقين ان طلع الماء، ولما طلع الماء خلاص بقى في حياه. بقى في حياة، وبقى في ناس كتيرة جدا بدأوا ينطلقوا في المكان. وتمر السنون، والأب النبي يرجع. فيلاقي المكان امتلأ زرع
وفي ماء وفي قوم. الدعوة. دعوة. فيروح لزوجته لسه فاكراه ولسه على عهدها معاه. ابنه، هي ربت ابنه اسماعيل اللي ما شافوش على مين ابوه، فاشتاق جدا له انه يشوفه، فضل ولاء وانتمائه له. ما قالتلوش ان هو سابنا ومشي وما لا ما عملش بقى زي نسوان الايام دي. ابوك لا باكلنا ولا بشربنا، وهو قاعد في الاوضه اللي جوه خلاص، ولا وساعه ما يشكلوا مع بعض، ده ابوك وده ابوك وابوك وابوك، ويكره تكره العيال في الاب يا عيني وكده. فيجي بعد كده سيدنا ابراهيم بعد المسافه دي كلها، يعني لما بلغ السعي، السعي ده يعني بلغ يبقى عنده 12 سنه 13 سنه، يا بقى طفل بقى خلاص كبير يعني، كبر معايا، وبدا يفهم. فقال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. دي المكافاه اللي انا مستنيها بعد كل ده. شوف هو بيحب ابنه وبيحبه جدا. طبعا ما عندوش الا هو. متخيل يعني ما فيش الا هو ولده. وبعدين اجى بعد كام سنه. ده بيقال ان سيدنا ابراهيم خلف بعد 280 سنه. كان خلاص كبير. متخيل؟ كبير جدا. وربنا وهب له السيده هاجر من مصر بقصه لها حكايه في اليقين برضو. المهم وديت بشرى جميله للمصريين. ان احنا اخوال العرب. معايا؟ لان اول من نطق العربيه هو سيدنا اسماعيل عليه السلام. واحنا بقى اخواله طبعا، اللي هم المصريين، ومن نسله اجى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم قال له اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. شفت التربيه بقى. يقول له انت غايب غيبتك دي كلها وجاي عشان تذبحني. تذبحني؟ هي مراتك اللي هناك الساره، السيده ساره، هي اللي قالت لك تذبحني؟ اكيد بتكره امي. اكيد طبعا. لكن يقول له، شوف بقى التربيه، تربيه السيده هاجر، يقول له يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقين. شوف فسيدنا إبراهيم ما أخدوش وراح ينفذ. ده راح قال للسيدة هاجر، يا هاجر إني رأيت في المنام أني أذبح إسماعيل. ورؤيا الأنبياء بتبقى صدق. تعرف رؤيا الأنبياء وحي. فقالت له افعل ما تؤمر. ابنها الوحيد هيتذبح. شوف اليقين، هي موقنة أن ربنا ينجيه، وهو ممكن سيدنا ابراهيم ان ربنا هينجيه، والطفل ممكن برضه، والطفل عنده يقين في ان رب في البر، بر بالوالدين. في نجاه. يعني ان انت داخل على مصيبه، انت هتتذبح يا ابني، مفيش معايا يعني في زماننا ده مشكله. انت لو هتعاقبه تاخد منه حاجه، انت لو جيت تنزل ابنك الساعه 12 بالليل تقول له انزل اشتري حاجه، انت مش خايف عليه ولا ايه؟ طبعا انت اب انت. فقمة اليقين. خلاص. والمهم القصة انتهت بإيه؟ بقصة إن ربنا افتداه بذبح عظيم، كبشة رب في الجنة. ومن هنا بقى احنا ليه بنتكلم بقى، ليه بنضحي؟ جينا دخلنا على الأضاحي بقى اللي احنا شايفين على الشاشة برضو، حاجات من مؤسسة البر والطاقة بتقوم بيها، الحاجات العظيمة اللي ان شاء الله كده ايه، خلاص ايام معدودة والحاجات دي هيفتدى بيها بإذن الله. وانا بهمس في اذن كل اللي بيشوفونا، هو انت ليه ما بتضحيش؟ واحد يقول لك ايه، انا عم والله ما اقدر اشتري عجل. انا ما قلتلكش اشتري عجل. طب انا عايزك تشارك معانا بصق. صق واضحية 4500 جنيه. انت عارف ان انت من العيد للعيد كام يوم لو انت قسمتهم جنيه كل يوم؟ ده انت هيفيض منك فلوس. صح. معايا؟ الفكره هنا يا جماعه ان احنا عايزين ننفذ شعيره اللي ربنا بيقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تقوى القلوب. انت لما بتضحي ربنا لن ينال لا لحمها ولا شعرها ولا اظلافها، حتى الدم بيقع في مكان من الله. معايا؟ وبتيجي يوم القيامه بتلاقي الخير ده كله بيستناك عشان يدخلك الجنه. بتضمن بالذبح بتاعك اللي انت هتذبحه احياء لسنة افتداء سيدنا اسماعيل، هتضمن شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لانك لانك بتشارك في شعيرة افتداء جده اسماعيل عليه السلام، وستضمن شفاعة سيدنا ابراهيم عليه السلام، لان انت بتشارك في مظاهرة كبيرة بنعملها المسلمين احتفالا بافتداء ابنه معايا،
وستفرح يوم القيامة بشفاعة سيدنا إسماعيل عليه السلام لأنك شاركت بافتدائه. وكذلك السيدة هاجر معايا. فتخيل معي ان انت مش بتذبح عشان تاكل لحم ولا عشان تأكل الفقراء والمساكين. طب دي شعيرة. وان انت هتقسم التلات تتلات والقصة دي، ده انت بتنفذ شعيرة بسببها حصلت معجزة كبيرة جدا. صح. ابليس لغاية النهاردة بيهان بسببها. فانت كل ما هتذبح هتاخد ثواب كبير. زيك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من حديث السيدة عائشة: ما من عمل اعظم عند الله يوم النحر، يوم العيد، عيد الاضحى، من نحر اللي هو الذبح. احسن حاجه في اليوم ده انك تذبح. ده عند ربنا عز وجل. ولذلك ربنا عز وجل بيقول: انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ومش روح افطر بقى، لا امال انحر، انحر على طول. فكل واحد فقير مالكش حجه. ليه؟ احنا في زمن دلوقتي في فلوس قليله بس في ناس معاه، يعني تقدر تشارك. شارك الفكره، ما تعملش حاجه كامله، ممكن تشارك. ممكن تساهم. تشارك في ناس تقول لك طب انا هشارك بصق الاطعام 250 جنيه مبلغ. شارك المستطاع. باي حاجه قول يا رب اللي انا على قد طاقتي، على قد مقدرتي. وسيدنا النبي قال سبق درهم 100,000 درهم. يا جماعه القطره لما بتنزل بتشفع لصاحبها. الاضحيه اللي انت بتشوفها دي، تخيل الخروف ده في كم شعر؟ ملايين كده، مليارات. انت عارف انت لما بتذبح خروف من دولة للي هو للاضحيه ربنا عز وجل بيخلق بكل شعر ملك يفضل يسبح ويكبر ويستغفر ويوحد ويكتب لك كل ده في ميزان حسناتك. لذلك في ناس هتيجي يوم القيامه يتعرض عليها كتابها. هي عارفه الذنوب بس مش عارفه الحسنات. مش هتفتكر كل الحسنات. لا هو ايه ده؟ مش انا ما عملتش ده، مش كده كتير قوي. يا رب انا ما عبدتكش 100,000 سنه، انا ما عشتهمش اصلا. الحسنات دي كلها بتاعتنا، ما سبحتكش التسبيح ده. فربنا يقول له: لا انت فاكر انت ذبحت سنه كذا وسنه كذا، ضحيت وشاركت، حيت لي شريعه شعيره من الشعائر، فانا خلقت ملك. الملك ده فضل يسبح مستغفر لغايه يوم القيامه. متخيل معايا؟ فلذلك بقول للناس لا تتكاسلوا معايا في تنفيذ الشعائر، لان انت لما بتتكاسل لو كان في انفاق انت هتتفقر لانك ما انفقتش. انما لو انت انفقت ربنا هيجود عليك من وسع، هيخلف. وفي ناس اللي اتعودت واخرت بيجي في اللحظه دي لو هو بيفكر ما يعملش بيحس ان كان عنده حد ميت. صح. بيحس انه مكسور نفسيا. هو بيرتاحش لما يروح يجيب ويذبح، خلاص اتعود وبقت عاده خير بالنسبه له. احنا في البر والتقوى بنجمع لك 7 مع بعض، مش هتعرف تجمع 7. انت تقدر تجمع في الشارع عندك، احنا بنجمع لك وبنوديها للفقراء، ما تنفعش انت توصل له. لا انا هرجع للمحور ده بقى. انا شفت التقرير من عرضناه من كام يوم، كان التقرير بتاع سيدي براني. انا رحت الزياره وانا شفت بصراحه اتفاجئت بفكره اللحوم، ان اللحوم طب ما احنا ما تصبروا لحد العيد. لقيت حضرتك في التقرير بتقول لا احنا لازم نيجي للناس هنا بخير، مش هنستنى لحد ما يجي العيد ونذبح، لا نيجي لهم دلوقتي بلحمه ونيجي في العيد برضه بلحمه تاني. في ناس يا استاذ مصطفى ما بتاكلش لحمه الا في العيد. او احنا نوديها. ما وديناش خلاص، مفيش لحمه السنه دي. وفي ناس زهقت من اللحمه جالها نقرس. سبحان الله. معايا؟ شفت سبحان الله. والدكتور يقول لك ما تاكلش لحمه. ما تاكلش لحمه يمنعك. يا عم ما تاكلهاش واكل الناس اللي هناك دي. صح. معايا؟ فانا بقول للناس تعالى نشتري الجنه. ما انت لو ما اشتريتهاش دلوقتي هتشتريها امتى؟ شوف ربنا بيقول لك ايه. بيقول لك: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. فانا عايز اقول للناس انت مستني ايه؟ فكره ان ما في الفرصه دلوقتي موجوده، ما تعرفش بعد كده هتبقى موجوده ولا ايه. وشارك بإن وبس وصف نيتك وهتلاقيها سلكت طبعا، وهتلاقي ربنا وفقك، وهتلاقي ربنا جد عليك، ويوم القيامه نفرح كلنا بالخير. واحنا بنطعم الفقراء نسمع دعوات الناس ليكم. وبس مش اطعام برضو، الحاجات المهمه برضو اللي بتعملوها دكتور، فكره محطات التحليه اللي بتقوموا بيها دلوقتي
وفي الاماكن البعيد، الاماكن اللي هي فعلا محتاجه، ومحتاجه ميه مش بس ميه عاديه، لا انتوا بتعملوا ميه نظيفه زي ما احنا شايفين على الشاشه الحاجه اللي بتتعمل، لا ما شاء الله بتتعمل باتقان، حاجه ادميه تليق بالناس بوجودهم، وزي احنا شايفين الخير بيتوضوا وبيشربوا، فخير للناس دي في اماكن بعيد برضو. اماكن بعيده ما فيهاش ميه خالص والميه دي معدنيه، تخيل ما شاء الله، يعني مش مثلا ميه بس، احنا كنا بنعمل ابار وبدانا نتوقف عن الابار شويه لان ميه الابار المعادلات المعدنيه بتاعتها مش مظبوطه، بس ليها منفعه برضو دكتور، فكره ان جدا الزرع والحيوانات وال لا، وكمان ده في ناس بتشرب منها بس احنا خايفين بقى فيما بعد. انتوا دايما بتبصوا للاحسن، هو ما عندوش بديل، بس انا عايز التطوير خايف على الناس الافضل، فبعمل احسن حاجه صح، وبقول للناس محطه زي ديت بالمجان مش بفلوس كمان، يعني الناس بتروح تشرب وتملى براحتها بالمجان، احنا بنصين ندفع كهرباء، بنعمل كل على حسابكم على حساب المتبرعين صح. طب انا ما اقدرش اعمل المحطه دي لانها غاليه، هي غاليه انا معاك، بس تقدر تشارك، يعني المشاركه بقى تشارك بسهم صح، ممكن كل 50 واحد يشاركوا في محطه سهله، ممكن تساهم باي جزء تقدر عليه، ايه المشكله صح، ومش عشان اكتب لك اسمك يبقى تشارك معايا بسهم ب 10,000، طب انا مش عايز اكتب اسم، اللي تقدر عليه بقى صح. 50 في ناس كتير انا بلاحظ برضه دكتور ان اليوفت مكتوب عليها فعل خير، يقول لك انا مش عايز اكتب اسمك، في ناس كتير ما بيرضوش وحته كتابه الاسماء انا بقول اكتب اسمك ما تخافش، مش رياء والله، اهم حاجه قلبك انت، وحتى عارفك هناك، لا طبعا ولا انت تعرف هي فين اصلا المحطه، هي بس عشان الدعوه تجيلك بالاسم كده. الميزه بقى، الميزه ان انا لو ما حطيتش اسمك انت تاخد ثواب الشرب، انما لما بحط اسمك هتاخد ثواب الشرب ودعوات الناس المباشره صح، انا اللهم بارك اسم فيك محمد محمد يا فلان كده معايا مباشر، انما هروح وبروح يشرب ويمشي، ما هو مش شايف اسماء يدعي لمين، بس ما يحمد ربنا برضه دكتور الثواب هيروح، والثواب كبير، الثواب كبير انا معاك، بس انا طماع، انا عايز دعوه بقى مباشره، انا تاجر حسنات طبعا، مع احترام لكل المشاهدين هم شاءوا ام ابوا، انا تاجر حسنات وبتاجر على قفاهم مع احترامي ليهم، انت زي ما بتاخد انا باخد، فانا عايزك تاخد اكتر عشان اخد زيك، يعني بتبقى وسيط وبستثمر لك، احنا وسيط ما بين، ايوه ما انا بستثمر لك في حسناتك، انت بتقول انا عايز اعمل محطه في بلد، انا بختار لك بلد شديده قوي الحسنه فيها ب 700، ما انا ممكن اعملها لك في بلد الحسنه ب 10 فيها ميه قريبه منها صح، فهمتم انا اقصد كده، ببني المسجد بدور على المسجد اللي هو اقرب مسجد له على بعد مثلا 3 4 كيلو ماشي، عشان الحسنات تبقى، عشان الحسنه تبقى ب 700 انا بقول لك انا تاجر، الحته دي ممكن المشاب ما ياخدش في باله، عايز يعمل صدقه وخلاص طبعا، لا ده لازم اعمل لك حاجه تفتخر بها يوم القيامه، ربنا يجعلك دايما كده تاجر يا دكتور للخير والحسنات زي ما حضرتك بتقول يا رب، ودايما زي ما احنا بنقول لحضرتك برضه احد اهم صناع الفرص في مصر والوطن العربي، ويجعلك دايما كده للخير، ده بص ده ويجعلنا دليل احنا نتمنى، ده بفضل ربنا وفضل المشاهدين اللي بيثقوا فينا طبعا، يعني انا من غير الناس ما اعرفش اعمل حاجه طبعا، انا يعني انا بشكرهم على ثقتهم فينا وفي جمعيه البر والطاقه المصريه، وبشكرك يا استاذ مصطفى على برنامجك الجميل، ربنا يكرمك وربنا يبارك فيك يا رب ويسعدك ويخلي برنامج فرصه رقم واحد في مصر ان شاء الله يا رب، دايما حضرتك منورنا ودايما معانا في الخير ان شاء الله، ان شاء الله نشوف حضرتك على خير في حلقه جديده، كنا معاكم اعزائي المشاهدين، كانت حلقه مع الدكتور عماد عوض، وكنا بنتكلم عن اليقين في الله، ربنا يرزقنا اليقين كده ويدينا ان شاء الله خير الايام الجميله دي، اشوفكم على خير.